شو قولك سينيور بريزيدنتي؟ ما بعرف شو عم بيصير يا كاسياس. هيدا صاحبنا خفت مشاويره كثير لعنده. عفوا بس ما تكونوا مقصر معه. ابدا بالعكس. اخر مره من شهرين اعطيته دفعه حرزانه. على اساس بظرف اسبوع بيوصل سلاح من ميامي. بعد ما شفنا شيء. ما بعرف شو عم بيصير. نحن بندفع والثوار بيزيدوا والسلاح بيكثر. بكفيك هالاذاعه. لك ما في شي طريقه نسكتها؟ مستحيل سينيور بريزيدنتي. جربنا كل الوسائل. بس صار صوته للكاسترو بكل بيت. عم يدخل على كل قلب. تفضل. اسمع. يجوعونا حتى نشغل راسنا بتأمين لقمة عيشنا. وما نفكر بالسياسة حتى هن يفكروا عنا. حبسونا حتى يخوفوا الناس ويفهمون انه هيدا مصير كل مواطن بده العدالة. أنا بوجه نداء لكل الفقراء. لكل المظلومين. لكل عيال الشهداء اللي ضحوا بحياتهم من أجل الحرية وبقول لهم ما تخافوا. أنتوا صرتوا الأكثرية. وهيدا اللي بيعكس حجم الظلم. وبيعطينا ثقة بالنصر. انضموا لجيش الثورة. بالنتيجة يا بيعيش الإنسان حر يا بيموت من أجل الحرية. كنا معكم الراديو ريبلدي إذاعة الثورة من سيارة مايسترا. شو يا سيدي شو رأيك؟ ليش بهمك رأيي؟ أكثر ما تتصوري. تسألي إذا بخبرك سر. مش بعد في سر ما بعرفه؟ أول ما شفتك سألت عنك. قالوا لي إنك ما بتحب الرجال. إيش غريب. خبروني عنك نفس القصة. طبيعي. لا بالعكس. شو؟ بتعرفي يا سيليا كل يوم بيمرق بحس حالي عم بتعلق فيكي أكثر. وقت ما بشوفك بحس حالي ضايع ما بعرف شو بدي أعمل. طبعا ما انا ايدك اليمين. لا يا سيدة انا عم بحكي عن غير شيء. بحس بعاطفة تجاهي كثير كبيرة. فيدال. اي الشباب حضروا الخطة. ايه جهزوها على اللوح. لازم نبدا بالتخطيط الهجوم على العاصمة هافانا. انا برايي يتوجهوا الفرق الثلاثة بنفس الوقت ومن ثلاث جهات مختلفة. 600 مقاتل من الجنوب شي وانا لحظة اخوان عمالك. قوة باتيستا رح تكون مركزة بهافانا ورح يفتح علينا ست جبهات من جوا عسكريا الفوتي بهالشكل الانتحار. معك حق بس شو الحل برأيك؟ افضل طريقة للسيطرة على العاصمة هافانا هي عزة عن باقي الجزيرة مش هيك فيدال؟ صحيح. اذا انطلقت انت ورول باتجاه الشرق وصيطرت اورينتي هيك رح تمنع التعزيزات صوب الوسط. ايوه انا ساعتها انت وكاميلو تقطعوا خط سكة الحديد والطريق الرئيسي الغربي. واخر واكبر معركة رح تكون بمنطقة سانتا كلارا. ولما بتسقط سانتا كلارا بتسقط كوبا. ايوه انا شي وكاميلو بتاخذوا فرق ثاني. الفرقة الثانية بقيادة كاميلو بتحتل منطقة ياغواجاي وكل المدن اللي على طريقها. تشي بتاخذ الفرقة الثانية. بتحتل منطقة سانتا كلارا وكل المدن اللي على طريقها. هلا انا وراول ايوه انا واكيد اخوان الميدا رح نقطع الامتدادات عن منطقة اورينتي محل ما خلقت ومنكفي على سانتياغو مطرح ما بدت الثورة وحركة 26/7. بالنصر يا رفاق بالنصر. سيليا خليك شوي. سيليا انا خايف بكره موت وما كون قلت لك بعد اني بحبك. قبالك طال صلي لي كل ما تشوف النجمة تتذكري لي
طول ما القمر قبالك طال نصلي لي وخيالي لو عنك غاب وافترقوا بليل الأحباب خلي الوقت ينسيك الماضي حتى تنسي بيوطر صوتك رمش عيوني غير ما تقولي له شو بحبك ما بيرضى يفتح هجفوني كل الصبح بيوعى بيوطر صوتك رمش عيوني غير ما تقولي له شو بحبك ما بيرضى يفتح هجفوني خليني يا قلبي إذا نايم أنا شو ذنبي عم بحلم بإنك جنبي وما بدي توعيني كل ما تشوفي النجمة تتذكريني طول ما القمر قبالي طال صليلي وخيالي لو عنك غاب وافترقوا بليل الأحباب كل ما عيونك تشرب وما تعود عيوني تلاقيها من وجعي ألم بيقفلي رسائل حب ووديها كل ما عيونك تشرب ما تعود عيونك تلاقيها من وجعي ألم بيقتلي رسايل حب وديها فتضلك يا قلبي على طول بقلبي رح ضل ارسملك دربي وبعيونك ضويها تذكريني طول ما القمر قبالي صلي وخيالي لو عنك غاب وافترقوا بليل الأحباب خلي الوقت ينسيك الماضي حتى كوماندانتي شو بها ايدك ماشي طاعه بسيطه انت شو عم تعملي هون انا ما قلت لك البنات بيرجعوا على الضيعه بالليل كوماندانتي ما فيي ارجع ليه كشفتني المخابرات اني المسؤوله عن التنسيق بينك وبين حركه بالمدن وانا مطلوبه ايش شو هالمشكله هلا مشكله اذا بقيت معك لا المشكله انه في رساله لازم ابعتها ضروري وما في مين يوديها كتبتها؟ لا بعد قولوا انا بكتب بلش يلا يا حضره المنسق لمنطقه لاس فيلاس قلتوا انه حتى فيدال ما وصل يسرق مصارف لما جاع وانقطع من الاكل انا بقول لكم انه بوقتها ما كان قادر يقوم بمهمه من هالنوع